صباح الخير عليك يا سالي. نعم، تحياتي لك يا بسنت، صباح الخير عليك وعلى مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. بالفعل ما زلنا في هذه المتابعة اليومية لما يحدث في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، والتي انطلقت من أرض مدينة السلام شرم الشيخ في السادس من هذا الشهر ومستمرة معنا حتى 18 من نفس الشهر. لو تحدثنا عن تفاصيل هذا اليوم والجدول والبنود الموضوعة على طاولة أجندة مصر في استضافتها لهذه القمة، فاليوم هو قمة أو بند إزالة الكربون، ويتم مناقشة هذا البند الهام بعدما تم وضعه لأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ في هذه الاستضافة لمصر في النسخة 27. سيتم عرض ما تقوم به صناعة البترول والغاز في هذا المجال، التعهدات وزيادة الطموحات الخاصة بإزالة الكربون وأيضا تقليل الانبعاثات من خلال عدد من الجلسات والجلسات الافتتاحية وأيضا الجلسات التي تتم على مدار اليوم والمائدة المستديرة. تفاصيل هذه الجلسات: الجلسة الافتتاحية سيكون بها كلمة للمبعوث الأممي الأمريكي جون كيري، وأيضا لوزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة المصرية أحمد سمير، وأيضا لدينا كلمة للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ونقاشات ثرية ستتم في هذه الجلسة الافتتاحية في يوم إزالة الكربون. لدينا أيضا ورشة عمل، وهي الورشة 13 لمجموعة العمل التيسيرية. لدينا أيضا مائدة مستديرة، هذه المائدة المستديرة الشبابية السنوية للجزء الثاني للحوار، من خلال الحوار مع المجتمعات المحلية والأطراف أصحاب المصلحة يتم مناقشة عدد من المحاور فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فيما يتعلق بكيفية إزالة الكربون وتقليل هذه الانبعاثات. من المنتظر أن تستقبل أراضي هذه المدينة عصر هذا اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسينطلق بعض المباحثات بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله، وبعض المباحثات الثنائية التي تتناول عدد من الملفات الموضوعة على طاولة العلاقات المصرية الأمريكية، وأيضا ما يتعلق بالمنطقة والشرق الأوسط والاستقرار في هذه المنطقة. وسيتوجه الرئيس الأمريكي لإلقاء خطاب بلاده حول إدارته وإدارة حكومته فيما يتعلق بملف المناخ والبناء على العمل غير المسبوق من قبل بلاده في تقليل الانبعاثات في هذه القضية، وأيضا هذا في إطار التشريعات التي صدرت من قبل الكونغرس الأمريكي فيما يخص استثمار بقيمة 369 مليار دولار في الطاقة النظيفة بهدف تقليل الانبعاثات لتصل إلى 52% في هذا الصدد. وتابعنا يوم أمس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وأيضا وزير الخارجية الأمريكي الذي وصل إلى أراضي هذه المدينة على رأس الوفد الذي سيصاحب الرئيس الأمريكي في هذه المباحثات. هذا ما يتعلق بهذا اليوم، وسنتابع معكم تفاصيل هذا اليوم والمؤتمرات الصحفية التي ستعقد في هذا الصدد في تغطيتنا الخاصة من القناة الأولى المصرية طوال هذا اليوم. وأرجع إليك مرة تانية يا بسنت في الاستوديو. شكرا ليك يا سالي، مفادة التلفزيون المصري. تابعنا معاكي آخر التطورات اللي بتحصل النهاردة في شرم الشيخ بما يتعلق طبعا بمؤتمر المناخ COP27.